حذرت منظمة الدول الأمريكية انقلابية هندوراس من تعليق عضوياتها إذا لم يعيد الرئيس المخلوق مانويل زيلايا إلى منصبه في مدة أقصاها 3 أيام. يأتي ذلك بعد أن هدد روبرتو ميشيليتي الرئيس المؤقت في هندوراس باعتقال زيلايا في حال عودته إلى البلاد. وكانت جمعية العامة للأمم المتحدة أيدت إعادة زيلايا إلى سدة الحكم حتى انتهاء مدة رئاسته. بعد قمة دول ألبا حمل الرئيس الهندوري خوسيه مانويل زيلايا شكواه إلى الجمعية العامة في الأمم المتحدة. رئيس الجمعية العمومية أعلن قبيل التصويت أن لائحة الدول الراعية لمشروع القرار آخذة في الازدياد، وبالرغم من أن نتيجة تصويت الأعضاء 192 جاءت لصالح الرئيس المنتخب دستوريا الذي أطيح به بطرق غير قانونية من وجهة نظر الدول المشاركة، إلا أنه لم يستطع أن يخفي الإحساس بالانفراج. وقد طالب القرار الصادر عن الأمم المتحدة بعودة الرئيس المخلوع مع حكومته الشرعية فورا ودون قيد أو شرط. وفي كلمته أمام الجمعية العامة انتقد زيلايا من وصفهم بالنخبة التي تقف وراء منتقديه ومعارضيه، والتي رأت في أدائه بالحكم ممارسة من شأنها أن تنهي المزايا الخاصة التي كان أفراد تلك النخبة يتحلون بها. ومضى زيلايا ليصف سوء المعاملة التي تعرض لها على أيدي منفذي الانقلاب. عندما تمكنوا من خلع الأبواب والدخول علي، كان هاتفي الخلوي لا يزال في يدي وأنا أتحدث مع أحد الصحفيين في المنطقة لمعرفة ما يجري. رأيت 8 بنادق وقد صوبت فوهاتها إلي من قبل جنود بكامل اعتادهم العسكري. أعطوني أمرا عسكريا بترك الهاتف وإلا أطلقوا النار علي على خادمكم المتواضع. وانتزعوا الهاتف من يدي فقلت: إن كانت لديكم أوامر بإطلاق النار هلموا ولا تزيدوا من إذلالي وتعذيبي. عندها قبضوا على ذراعي واقتادوني. مانويل زيلايا أعلن أنه سيعود إلى تيغوثيغالبا يوم الخميس متسلحا بدعم دولي بعد أن تلقى قبل ذلك دعما مماثلا من قادة دول أمريكا اللاتينية ذوي الميول اليسارية أثناء قمتهم التي انعقدت في مناغوا. غير أن عودة رئيس مخلوع في ظل ظروف يسيطر عليها خصومه بقبضة من حديد قد تحمل على البلاد نتائج لا تحمد عقباها. هذا الرجل يقول إنه جاء لكي يموت على قارعة الطريق، ويتحدث مؤيدو الرئيس المخلوع عن قدرة صوت الشعب على التغيير والصمود في وجه البنادق. غير أن في مواجهة هؤلاء ورئيسهم المبعد قوى أخرى تعمل خلف الستارة، وربما لا تنحصر تلك بالكونغرس أو القضاء وحدهما أو حتى ببعض أعضاء الحزب الحاكم. ناهد أبو زيد، BBC.